بعض صديقاتي خذلوني بمواقفهم أثناء محنتي الكبيرة. حقيقي اللي ما وقف معك دينا، بررتي هذا الشيء بما معناه أنه مش عاوزة أدخل في الموجة دي؟ أنا مش عاوزة أكون معاها في الموجة دي. ممكن واديتها عذرها برضو، يعني ما أنا بقولك ما ينفعش نحكم، يعني أنا ما ينفعش أحكم على حد وأنا ما أعرفش ظروفك وما أعرفش أنت بتفكري إزاي، بس أنا لو مكانك مش هعمل كده. يعني أنا لو في حد عنده مشكلة أو عنده أزمة أنا هقف جنبه عشان أنا أبقى مرتاحة أو أنا أبقى حاسة أن أنا عملت اللي عليا، مش أنه هو تأدية واجب هعمله من قلبي. هقولك على حاجة، قوليلي. في بني أدمين ممكن يقفوا جنبك أن هما يبقوا عندك كل يوم، وفي بني أدمين ممكن يقفوا جنبك بقلبهم أو بالكلام أو من ورا ظهرك. فأنا ما يفرقش معايا مين شفته قد إيه ومين ما شفتوش قد إيه، أنا اللي يفرق معايا إن أنا أول مرة هشوفك فيها هحس أنت قد إيه اتوجعتي، قد إيه اتضايقتي، قد إيه، ده اللي يفرق معايا.